يكثروا مشاكل الجهاز الهضمي بحال حرقة المعدة، الإمساك، الألم في البطن، الغازات. هادشي كيكون راجع لبعض الأخطاء اللي شائعة في التغذية خلال شهر رمضان. فالشخص في الملي تيكون تيفطر تياكل بواحد السرعة، ما تياخدش وقته، وتيدخل الجسم واحد الكميات هائلة من الطعام، وتيخلط بين الحريرة، الحلويات، مأكولات اللي دسمة، معجنات إلى غير ذلك. فالجسم ديالو ما كيقدرش يهضم هذه الأمور كلها في وقت وجيز. بعض الناس ما تيبقاوش يتناولوا الألياف بصفة نهائية لأنهم ما تياخدوش الخضار، ما تياخدوش الفواكه، وتقتصروا غير على المعجنات اللي مصوبة من الدقيق الأبيض اللي ما تحتويش نهائيا على الألياف. هادو أيضا تيكون عندهم مشاكل في الغازات ومشاكل في آلام البطن. الناس اللي يتعشاو معطل، كنعرفوا ان في رمضان ما كاينش وقت لوجبه العشاء. كاينين اشخاص اللي تيتعشاو مثلا في الوحده او جوج الليل وتنعسوا مباشره، وهذا الشيء كيسبب لهم في حرقه ديال المعده او الحموضه. هادو كلها مشاكل اللي يمكن يتفاداها الشخص الا هو تناول الاغذيه تناول الوجبات ديالو، الافطار والسحور فقط، ويقتصر على الكميات اللي كافيه بدون افراط.